بسم الله، تعال نعمل تاج للفابريكيشن اللي احنا رسمناه قبل كده. رسمناه ازاي؟ ان احنا علمنا على جزء معين من الشغل، بيظهر لنا ديزاين تو فابريكيشن، وبختار انا عايزه اعمله بأني نوع من الدكت وورك، واقول له كيف هو بيحوله او ان انا ارسمه. اجي هنا اقول له انا عايز دكت وابدأ ارسم زي ما انا عايز. بالشكل دوت، ايا كان الطريقة اللي انت عايز ترسم بيها، عايز اعمل تاج، بقول له تاج، بيقول انت في 3D، فبقفل ال 3D عشان ابدأ اعمل تاج. فاعمل تاج، بيقول لي ما عندكش تاج لل MEB فابريكيشن. طيب نفترض ان انا ما عنديش، بدل ما اقعد ادور عليه على النت، اعمل انا واحد. اعمل واحد ازاي؟ هعمل تاج لحاجة عادية زي مثلا ماشي. ده التاج ده خاص بايه؟ خاص باللايتنج. اخش ايديت فاميلي، اعمل منها سيف از للفابريكيشن بتاعي. تمام، هقول له فايل سيف از فاميلي، هقول له ده بدل ما هو لللايتنج، لا ده خليه ل دكت فابريكيشن. اوكي، طيب هقول له ايه؟ سيف. واجي هنا في الفاميلي كاتيجوري اند بارامترز، هقول له خلي دوت ام اي فابريكيشن دكت وورك او فابريكيشن كونتمنت تاجز او هانجر زي ما انت عايز. تمام، انا عمل سيلكت على دوت، وطبعا لو علمت على البايبنج هيبدا يظهر لك حاجات خاصه برضو بالبايبنج زي ما انت شايف اهي بايب وورك. هقول له دلوقتي دكت وورك، واقول له روتيت ويز كومبوننت، بحيث ان هو يلف معايا. طول ما الدكت بيلف هتلاقي ده بيلف معايا. اوكي، طيب ده هنا البارامتر ده بيقرا حاجه مش هي اللي انا عايزها، فهقول له هنا لا ما تقراش التايم مارك، انا عايزك تقرا لي حاجه تانية. انا ممكن تقرا التايم مارك بتاعها، بس ممكن تقرا برضو حاجه تانية خاصه بالفابريكيشن. تمام، ليكن مثلا بوتوم اليفيشن مثلا، او عايز انت تقرا حاجه ديسكريبشن، او عايز تقرا فابريكيشن سيرفيس، زي ما انت عايز. المهم تقدر تعمل التاج اللي انت عايزه. المقاس كبير شويه، خلينا نصغره، بدل ما هو 2.3 خليه 1.8. اوكي، طيب لود انتو بروجكت، هنحمل فيه المشروع اللي احنا كنا شغالين عليه. تمام، طيب خلينا نخش في 3D. انا كده حملناه. تمام، هقول له هنا تي جي، بيقول لي اقفل الشكل دوت. تي جي، خلاص هو كده اتحمل معايا، وبيقرا الارتفاعات وبيقرا النوع بتاع الضغط سيستم وهكذا. تمام، فبسهوله جدا تقدر تعمل تاج خاص للفابريكيشن حتى لو مش موجود عندك في المكتبه.